شرطة بغداد قالت لهم يابل للمواطنين، أي واحد عنده أسد أو نمر أو حيوان مفترس تشوفوه بالشارع بلغوا علي حتى نجي نشيله. يعني هسه عندكم بالوجه ثلاث أشخاص دائما ينشرون دولة معروفين عندهم هاي الحيوانات المفترسة، روح شيلوهم وتدعو المواطنين انه يابا مثل ما قلت لكم اي واحد يلقي حيوانات مفترسه يخابرنا نجي نشيله. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله في اول موضوع عندنا في فقره فيس تو فيس، حيث يقول او تقول شرطه بغداد تدعو للابلاغ عن كل من يتجول في شوارع العاصمه برفقة حيوانات مفترسة. زين الكلاب مشمولة بهذا الموضوع لو لا؟ لأن اكو كلاب مفترسة، اكو أليفة واكو لا. يعني البزازين مشمولة لو لا؟ هاي هم نعرف بيها بعد. خلينا نشوف. يقولون بالتعليقات الناس عندك مثلا باب الريان تقول صار العراق عبارة عن تقليد، الغرب شي يشوفون يقلدون. زين هو تقليد الغرب يعني من يا ناحية؟ يعني يقلد الغرب ب يعني تربية حيوانات ويطلع بيها الغرب يطلع ببزونة أو كلب للشارع بس، ما يطلع بأسد يفتر بي ولا يطلع بنمر، ما يطلع. هبة الشمر تقول ما لها داعي لواقة زايدة منهم، وين العجيب واحد حاط أسد وياه لو وحدة شايلة كلب، مكافي الحيوانات اللي بالشارع عايزين حيواناتكم. زين بشنو تقصدين الحيوانات اللي بالشارع؟ تقصدين الكلاب السائبة والقطط؟ لو غير شي احكي لي، طبيل من الاخير حتى واحد يفتهم. رجاء تقول لا تخافوا من الحيوانات المفترسة، خافوا من البشر المفترسة. ايش بيه البشر المفترس؟ البشر المفترس. احمد يقول يعني النموذج اللي عنده اسد ويفتر بجي كلاس معقولة الشرطة تقدر له؟ عمي هو يذبهم بالسجن ويطبب الاسد عليهم. يلا بالله طبب الاسد اليوم. هذا اول موضوع عندنا في فقره فيس تو فيس اللي هو موضوع الاسد والنمر والحيوانات المفترسه. شرطه بغداد تدعو المواطنين للابلاغ عن اي حيوان مفترس في شوارع بغداد في شوارع العاصمه.